السلام عليكم. يعتبر اعتلال الشبكية المصلي المركزي من المشاكل المتكررة في عيادة الشبكية، وفي العادة يصيب الأشخاص اللي ما عندهم مشاكل صحية في الأصل في المرحلة العمرية بين 30 و50 من الذكور في أغلب الأحيان. ما يوجد سبب واضح لهذا المشكلة، لكن وجد أنه استخدام الكورتيزون والتوتر العالي مرتبطة بهذا الإشكالية. والعادة في متابعتنا للمرضى نحرص على أنه نوصيهم بتقليل التوتر في حياتهم والابتعاد عن استخدام الكورتيزون بأي صيغة كانت، سواء كان قطرات للعين، مراهم للجلد، حبوب تستخدم، ننصح بالابتعاد عنها كليا. تشخيص الحالة يكون من خلال إجراء فحص للشبكية بقطرات التوسيع وإجراء تصوير طبقي لمركز النظر يوضح وين السوائل تتجمع. في كثير من الحالات نحتاج إجراء فحص للشبكية باستخدام الصبغة وتصوير قاع العين بحيث تظهر النقاط اللي يحصل منها الارتشاح. علاج هذه المشكلة يعتبر من التحديات اللي نواجهها في العيادة، لأن مو كل مريض يستجيب بنفس العلاج، وطبيعة المرض عند كل شخص يختلف. الغالبية العظمى من المرضى ما نحتاج نسوي أي تدخل لأن المشكلة تختفي مع الوقت، لكن في الحالات اللي تستمر المشكلة عندهم ممكن يحتاجوا إلى ليزر بارد للمناطق اللي يحصل منها الارتشاح، وبعض الأحيان نستخدم حبوب. هذه الحبوب تقلل من إفراز الكورتيزول الطبيعي في الجسم وتهدئ من المشكلة، وفي حالات قليلة نستخدم العلاج الضوئي ويكون بحقن علاج في الوريد وأشعة ضوئية توجه على العين تساهم في ضمور الأوعية الدموية المسببة لهذا الارتشاح. ويظل في الأخير الأفضل حل لكل مريض يعتمد على الحالة الصحية الخاصة فيه. وتظل أفضل نصيحة للمريض أنه يأخذ المعلومة من الطبيب اللي راجع عنده، لأنه الأدرى بالحالة.